Merci beaucoup. Longue vie pour Gaza Story et amitié depuis Gaza. بهوى الرسم اللي بحبه من الصغر ابحث عن النضج الفني من خلال اللي هو موضوعات سواء موضوعات تكون واقعيه او محليه من معاناه الناس من نبض الشارع لقيت انه انسب شيء للوصول الى هذا الشيء انه انزل على الشارع نفسه اصور حركه الناس أتعايش مع الناس أعيش اللي هي اللحظة فترة الإضاءة ما بين الصباح أو ما بين الظهر أو ما بين العصر لقيت أنه بتعطيني أحاسيس مختلفة معاناة الناس ممكن تحولها لفن حياة الناس ما يشغل الناس من أفكار حالية معاناة الشباب في الجامعات أو في الوظائف أو حركة الناس في المقاهي أو اليوم البطالة اللي صارت تشوفها اليوم من خلال جلوسي على المقاهي بقيت أتأمل في وجوه الناس فلاحظت أشياء كثيرة هذه حبيت أنا أصورها من خلال أعمالي يعني من خلال الأعمال الموجودة عندي خلال حبيت أصور الجانب هذا اللي أنا حاسه من خلال الأعمال أنا بشتغلها في الوقت الراهن الموضوعات اللي اخترتها موضوعات كلها بتمسني يعني كلها موضوعات من نابع حاجات انا بحس فيها انا الاماكن الرسم هذه انا بقعد فيها اماكن انا لصيقه او وثيقه عندي مش اماكن خياليه انا بقعد فيها فهذه كل رسمه او كل شخص انا شفته وكتبت عن قرب يعني شفته عن قرب وحسيت فيه طلعت في الاشخاص هذول عن قرب فحبيت انا التقطت لهم صوره وحبيت انه انا الاحساس اللي انا شايفه يطلع ما عندي في اللوحه اليوم بنزل على السوق بشوف الناس بقعد على المقهى بشوف حركة الشباب هذه الشغلات بتشغلني حبيت أن أجسدها وتمنيت أن أجسدها وكانت عندي هاي التجارب هذه اللي هي الأخيرة هذه يعني بتعبر عن اللي أنا بدي أحكيه برضو كمان أنا بحب البورتريه كتعبير لأنه البورتريه بيصور لي قديش معاناة الناس الداخلية فكل هذا بيرتسم على الوجه ليش؟ لأنه أول حاجة هذا الجانب منسي في الحركة التشكيلية حاليا يعني صعب نلاقي فنان حاليا بركز على الجوانب هذه يعني قلة صار كل يعني الاتجاهات الفنية أصبحت تطرح موضوعات أخرى أما لقيت هذه الموضوعات أنا عندي قدرة على معالجتها وعلى الدخول إلى أغوارها اليوم رسالتي اللي انا يعني الحب احكيها بالنسبه للفن التشكيلي اللي هو تغيير نظره العالم للمجتمع في غزه واحنا يعني محتاجين اعاده نظره جديده من العالم الخارجي والمجتمع الداخلي نعيد اللي هو رؤيه مجتمع غزه بطريقه جميله جدا بطريقه تكون فيها دعوه للحياه